بداية فقراتنا اليوم تحمل الطابع الثقافي، فقد انطلق يوم أمس ملتقى المقاومة ثقافة وانتماء الثالث، الثقافة وطن ومقاومة، عبر رعاية وزارة الثقافة، وذلك في دار الأسد للثقافة والفنون. للإضاءة أكثر على فعالية هذا الملتقى معنا السيدة ليلى صعب، مديرة ثقافة ريف دمشق. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، صباح الخير. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك بصباحنا لليوم. بداية خلينا نحكي عن ملتقى المقاومة كثقافة كانتماء ثالث. نعم، الملتقى المقاومة طبعا هذا هو الثالث، انطلق في عام 2015 بالملتقى الأول والملتقى الثاني في 2016 وهذا هو الملتقى الثالث. طبعا يحاول ملتقى المقاومة أن يوصف ويوظف الثقافة في خدمة القضايا الوطنية، والثقافة في خدمة المقاومة، والثقافة في خدمة تكريس وتعزيز الهوية والانتماء الوطني. وخاص طبعا هذه إحدى أهم وظائف الثقافة بالحالة العادية، لكن بعد الحرب التي تعرضت لها سوريا وبعد الهجمة الكونية على سوريا لابد أن يكون للثقافة دور يوازي حقيقة الدور العسكري ودور تضحيات الجيش. هم يحاربون على الجبهة العسكرية، نعم، ولابد أن تكون هناك جبهة ثقافية موازية. نعم. سيدة ليلى، خلينا نتعرف أكثر على جدول أعمال الملتقى، وخاصة نعم، أنه هو مستمر ليوم غد. نعم. الملتقى ثلاثة أيام. طبعا اليوم الأول كان يوم أمس بدأ، يعني هناك عدة جوانب للملتقى. الجانب الأول أمس كان يوم الافتتاح، طبعا بدأ الافتتاح بافتتاح رسمي وافتتاح فني قدمته فرقة أجيال للمسرح الراقص، وطبعا كانت الرسالة الثقافية محملة عبر هذا الأوبريت الرقص. حقيقة كان العرض متميز جدا، بطبيعة الحال كان يحمل رسالة المقاومة الثقافية، بمعنى أن هذا الفكر التكفيري الإرهابي الظلامي لابد أن يواجه بفكر، لابد أن يواجه بموسيقى، لابد أن يواجه بالرسم بالكلمة، فكان هذا ضمن إطار الرسالة. طبعا بدأ المحور السياسي الأول، وكان المحور السياسي لابد في الملتقى أن يكون هناك قاعدة سياسية، قاعدة فكرية سياسية، ثم ننطلق فيما بعد بالأفكار الثقافية. فكان المحور الأول حول منعكسات الصمود السوري على المتغيرات الدولية، على القضية الفلسطينية، حتى على استراتيجية المقاومة وخلق استراتيجية الردع، ولأول مرة مع العدو. طبعا العدو كان دائما في حالة هجوم وكان يعتبر نفسه منتصرا، لكن المقاومة استطاعت أن تخلق، والصمود السوري استطاع أن يخلق معادلة جديدة خلقت حالة من توازن الردع إذا جاز لنا التعبير، وأعتقد أننا سننطلق حتى إلى الهجوم بدل الدفاع. طبعا كان ضيوف اليوم الأول كانوا مميزين جدا، كان الحاج حسن حب الله من المكتب لحزب الله من جنوب لبنان، كان الرفيق خالد عبد المجيد لأمين سر تحالف قوى المقاومة، كان دكتور ماهر الطاهر رئيس دائرة العلاقات السياسية في الجبهة الشعبية، كان أستاذ مهند الظاهر المحلل السياسي المعروف، وكان أيضا السفير اليمني في دمشق الأستاذ نايف القانص، والذي تحدث سياسية وثقافية. نعم، تحدث عن كيف تكون دمشق قبلة للمقاومين في كل أنحاء الوطن العربي. طبعا أيضا انطلق أمس، تم افتتاح معرضين، معرض التصوير الضوئي المتميز جدا والذي يرصد بطولات الجيش العربي السوري على امتداد الجغرافيا السورية والعمليات العسكرية، وحقيقة المعرض هو معظمه لمصورين ميدانيين، أي أنهم يرافقون الجيش في عملياته العسكرية، وكان معرض مميزا جدا. أيضا معرض للفن التشكيلي لاتحاد التشكيليين الفلسطينيين ومديرية الفنون الجميلة في وزارة الثقافة السورية. أيضا انطلقت ورشات عمل تدريبية بغية تكوين كادر من الشباب والشابات المتطوعين في مجال التصوير الضوئي والأفلام الوثائقية والكاريكاتير السياسي. في اليوم الثاني، اليوم تتبلور أكثر الموضوع الثقافي، حيث هناك محاضرة عن المقاومة الثقافية بعد قليل، المقاومة الثقافية وكيفية مواجهة الحرب الناعمة عن طريق المقاومة الثقافية. الدكتور علي أكبر رائفي بور القادم خصيصا من إيران. أيضا هناك حول الإعلام الميداني وتغطية المراسلين الميدانيين وكيف يلعب الإعلام الميداني دور في الحرب النفسية.
وسوف يبدأ المحور المهم الذي ينقسم بين اليوم وغدا، وهو المحور السينمائي، حيث معنا المخرج المهند كلثوم والمخرج بلال خريس والإعلامية دكتورة ندى كوراني للحديث حول الرؤية المقاومة عند المخرجين الشباب عن دور السينما المقاومة في فضح الإرهاب. طبعا هناك مجموعة من عروض الأفلام التي تستمر ما بين اليوم وغدا، وبطبيعة الحال الورشات مستمرة على مدى 3 أيام. يعني شخصيات عديدة ضم المؤتمر، حتى المؤتمر كان على نطاق واسع مثل ما تحدثتي. كاميرا الإخبارية السورية حضرت افتتاح المؤتمر برفقة زميلتنا لينا شيبون. كيف كانت الأجواء؟ رح نتابع بالمادة التالية ونرجع لحضرتك. هناك مشاركات عربية، جاء هؤلاء المشاركين للوقوف إلى جانب الجيش العربي السوري والشعب السوري ضد هذه الحرب الكونية التي شنت على بلد يتمتع بالأمان والسلام. وما زلنا بهمة الجيش العربي السوري ودماء الشهداء منتصرين على هؤلاء المرتزقة أصحاب الفكر الظلامي التكفيري. هذا المؤتمر هو رد على هذا الفكر. هناك العديد من الفعاليات متمثلة في الندوات والمحاضرات والمعارض الفنية والسينما والفرق الفنية ومعارض الفنون التشكيلية. نحن اليوم في هذا الفكر وفي هذه المقاومة من خلال الكلمة، من خلال الفكر، نريد يعني أن نثبت أن هذه الأفكار الغريبة التي لا تنتمي إلى فكرنا وإلى قضايانا وإلى قضايانا وإلى هويتنا وإلى يعني تاريخنا ليس لها مكان وليس لها وجود في هذه الأرض. هذا الملتقى يأتي في سياق مواجهة كل الثقافات التي تريد النيل من ثقافتنا العربية الأصيلة التي تجذرت في هذه المنطقة ولها قيمها وجذورها التي حاربت من خلالها كل المشاريع التي حاولت أن تغزو ثقافتنا القومية في المراحل السابقة. لذلك هذا الملتقى هو بأوجه مختلفة، من الفن إلى المسرح إلى الشعر والأدب والسياسة، كل ذلك يصب في خندق واحد هو ثقافة المقاومة. لذلك هذه الثقافة الآن يجب علينا أن نعززها وأن نكرسها بين أجيالنا، وخاصة الجيل الصاعد الذي عليه أن يتحمل مسؤولية الثقافة في المرحلة القادمة. هذا المهرجان الذي أعتقد أنه أكثر من مهرجان يعني سنوي، كان أعتقد أنه يجب أن يصبح تقليدا عاما، ويجب أن يتطور وأن يملك أدواته كي يحاول أن يصل إلى الناس ويحاول أن يرقى بمشاعرهم لتحقيق أمنياتهم. كمان مثل ما تابعنا بالمادة، يعني كان الملتقى غني وفيه عدة نشاطات ثقافية وأيضا شخصيات سياسية، كان في مشاركات من دول عربية، خبريني أكثر عن طبيعة المشاركة. نعم طبعا هناك عدد من المشاركات وبعدد من يعني بمساهمات مختلفة. أولا هناك عدد من اللوحات الفنية المشاركة هي لفنانين من الوطن العربي، وأيضا هناك في المحور السينمائي هناك مشاركة مهمة من لبنان، الإعلامية ندى بدران والمخرج بلال خريس من خلال مشاركة بفيلم الجارف الذي يحكي عن داعش في العراق.
وأيضا هناك كانت مساهمة مهمة للسفير اليمني تحدث فيها باسم اليمن وكيف ينظر اليمنيون إلى يعني في محور فكري كيف ينظر اليمنيون إلى دمشق وكيف تكون دمشق هي بالنسبة إليهم الملهم في موضوع المقاومة. أيضا اليوم من المتوقع وصول أحد ضيوف العراقيين أيضا لتحدث في نفس الإطار. بطبيعة الحال يأتي العمق يعني العمق العربي ليؤكد أن المقاومة واحدة، بمعنى أنه إذا كان هناك يأس من الأنظمة العربية في مرحلة ما، لكن العروبة هي قائمة بنبض الشعب وبنبض المقاومين الذين اليوم كلهم ينظرون يتطلعون إلى دمشق كعاصمة للمقاومة، ويتطلعون إلى السيد الرئيس بشار الأسد على أنه هو زعيم لهذه المقاومة ليس فقط في سوريا وإنما في الوطن العربي. وحقيقة يعني لبنان وفلسطين بالأمس والعراق يعني عبروا عن مشاعر جياشة، واليمن تجاه دمشق كونها تحيي الأمل بالمقاومة. نعم، يعني مثل ما تفضلتي كمان وحكيتي المقاومة هو عنوان أبناء سوريا. خلينا نحكي عن أهمية إقامة هيك مؤتمرات بظل هيدا الظروف، وخاصة لتبادل الثقافات من خلال مشاركة عدة دول. نعم طبعا، يعني يأتي الملتقى الثالث في 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 أجواء النصر، وأعتقد أن صدى النصر الذي حققه جيشنا ومقاومتنا في دير الزور كان يتردد بالأمس في ساحة الأمويين، بمعنى أنه كما تقوم القوات العسكرية كما يقوم الجندي العربي السوري بفك هذا الحصار عن المناطق التي يحاصرها الإرهاب، كذلك الثقافة تقوم بفك هذا الإسار وهذا القيد الموجود على الفكر وفتح آفاق للتنوير في مقابل الظلام. طبعا يعني في هذا الوقت تحديدا عندما بدأت تباشير النصر تلوح، فلا بد لهذا النصر ان يكون هناك توازن مع ثقافة فكرية، ثقافة اجتماعية، ثقافة وطنية تقوي من أواصر هذا النصر وتشكل حاضنة فكرية قوية للمقاومة. المقاوم لا يولد مقاوما، حتى يتحول إلى مقاوم وحتى تكون البندقية في الاتجاه الصحيح اتجاه العدو الصهيوني وأدواته، كل ما شاهدناه من إرهاب هو ليس إلا صورة وأدوات للعدو الصهيوني وأدوات للاستكبار الأمريكي وللإمبريالية العالمية. لذلك حتى يستطيع المقاوم أن يعرف البوصلة تمام، فلا بد له من أن يبنى في عقل هذه الناشئة، ولا بد أن هذه الثقافة قد تضررت نوعا ما في ظل الحرب وبعد أن أصبحنا منفتحين على تيارات مختلفة، فلا بد لنا من تعزيز هويتنا وتعزيز انتمائنا واعتزازنا بإرثنا الحضاري في أذهان أبنائنا وأذهان أجيالنا حتى يستطيعوا حمل رسالة المقاومة. خاصة أننا إذا نظرنا تاريخيا نجد أن العدو صحيح أن تباشير النصر تلوح، ولكن العدو لا ييأس أبدا وسوف يعاود الكرة وبأشكال مختلفة، لذا يجب أن نعمل على تحصين وتكريس هالقيم. نعم، وتعزيز هالثقافة أبنائنا. يعني اليوم لأي حد أنتم كوزارة ثقافة يمكن معنيين باستثمار ما يتم طرحه عن طريق هالملتقيات وهالمؤتمرات؟ نعم، كنا حريصين حقيقة من الملتقى الأول، ضمن طبعا أنا هنا أقول يعني الملتقى هو برعاية السيد وزير الثقافة، لكن الملتقى تقوم به مديرية ثقافة ريف دمشق، بمعنى أن نحن مديرية على مستوى محافظة. صحيح أن محافظة ريف دمشق لها خصوصية الاتساع ولها خصوصية النضال، كون المناطق التي كانت تشكل يعني جدل دولي، إذا قلنا دارية أو قلنا مضايا أو قلنا دوما أو قلنا غيرها، هذه كلها مناطق ضمن محافظة ريف دمشق. لكن منذ الملتقى الأول كان لدينا توجه بأن لا يكون هذا الطقس احتفاليا، يعني بمعنى أن لا يكون عبارة عن يومين، لابد له من أن يخرج ببعض التوصيات، وهذا الأهم أكيد. وهذا ما عملنا على يعني بتوصيات الملتقى الأول، توصيات الملتقى الثاني، حسب إمكانياتنا وحسب الرقعة الجغرافية وما أتيح لنا نحاول أن نأخذ هذه التوصيات ونعكسها ضمن نشاطاتنا. طبعا هذا يقودنا للحديث عن المرحلة الأولى، وكنا على شاشة الإخبارية قد تحدثنا عن التحضيرات.
في المرحلة الأولى الملتقى هو عبارة عن مرحلتين. في المرحلة الأولى هناك عشرات الفعاليات التي أقيمت في المراكز الثقافية. طبعا ورشات للرسم، موسيقى، الزجل، يعني نحن كل منطقة حسب كي يعني ما هو